كده. سيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكرام، بنرحب بحضراتكم في نادي فروسية القوات المسلحة بمدينة مصر للألعاب الأولمبية اللي بتستضيف البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى. مساء الخير على حضراتكم جميعا. فخامة الرئيس، في البداية بنشكر حضرتك على الاهتمام الكبير بالرياضة والرياضيين، ويمكن أكبر مثل على هذا الاهتمام هو المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، إضافة عظيمة للبنية التحتية الرياضية في مصر، ونقلة نوعية وجذرية لمستقبل الرياضة وخاصة رياضة الفروسية، صرح عظيم بيكفل ويمكن مصر من استضافة المزيد من الفعاليات والبطولات المحلية والدولية والأولمبية. النهاردة هذا الصرح العظيم هيستقبل مجموعة من أمهر فرساننا المصريين وفرسان أشقائنا العرب اللي بيشاركوا في البطولة العربية العسكرية للفروسية اللي بتضم 9 دول عربية في رياضة التقاط الأوتاد أو في رياضة قفز الموانع، و6 دول عربية في رياضة التقاط الأوتاد. لو بصينا على تاريخنا هنعرف أن مصر اتميزت فيها بفضل قواتنا المسلحة وشرطتنا المدنية. الخيول واحدة من أجمل وأشرف المخلوقات التي كرمها المولى عز وجل بذكرها في القرآن الكريم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرنا بتعليم ولادنا السباحة والرماية وركوب الخيل، وده لأن الفروسية ليها أكبر الأثر الطيب والإيجابي على نفس الإنسان، وده اللي بيخلينا دايما نوصف الشخص اللي عنده مروءة وشهامة ونبل ورقي إن عنده أخلاقيات فارس. فخامة الرئيس، إحنا بنشكر حضرتك شكر جزيل على تشريفك لينا النهاردة في حفل الافتتاح، وبنبدأ يومنا بعرض الموسيقات العسكرية.